المزيد ينضم الينا هاتفيا الدكتور علي الادريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. ارحب بك دكتور علي. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بك. اذا اردنا ترجمه ما تحدث عنه صندوق النقد الدولي الى مكاسب اقتصاديه للمواطن المصري البسيط، اشرح لنا هذه الصوره. في البدايه هي بتعتبر شهاده ثقه من جانب صندوق النقد الدولي، واحد من اهم المؤسسات التمويليه الدوليه على مستوى العالم. شهاده الثقه دي ترجمتها انها بتتحول الى ثقه اكبر من جانب المستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب في الاقتصاد المصري، يبتدوا ان هم يضخوا استثمارات جديده او يتوسعوا في استثمارات قائمه، تبتدي الاستثمارات دي توفر فرص عمل، تبتدي تزود الانتاج، تبتدي تساهم مع القطاع العام في زياده معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي، بجانب استهداف الدوله واستكمال الدوله لعديد من المشروعات القوميه والجهود المبذوله للاستثمار التحسن في المؤشرات الاقتصاديه الكليه، ويجي على راسها طبعا يمكن معدلات التضخم والبطاله، ويمكن حتى التقرير كان اشار للجزئيه الخاصه بانخفاض معدلات البطاله اللي وصلت ل 8.9% في الربع الرابع من عام 2018، وكمان يمكن اكد على استمرار معدلات النمو الاقتصادي في مصر، وكان توقعه 5.9% في العام القادم، يمكن توقعات الحكومه حوالي 6%. وفي النهايه احنا بنتكلم على زياده في معدلات النمو الاقتصادي في ظل حاله التباطؤ اللي بيشهدها الاقتصاد العالمي، ويمكن ده اللي كمان كان بياكد عليه الصندوق. وقبليها حتى قبل التقرير ده في اجتماعات الربيع كان برضه صندوق البنك كان بيأكد على فكرة التباطؤ اللي موجود في الاقتصاد العالمي والناتج عن الحروب التجارية المزايد مستمرة زي الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من المشاكل الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها الاقتصاد الدولي في الوقت الحالي. دكتور، ماذا يعني تراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المقبل؟ معناها ان حصل تحسن بشكل واضح في الحساب دوت اللي ترجمته ايرادات قناة السويس ابتدت تتحسن، ايرادات السياحة ابتدت تتحسن، حجم الصادرات اللي ارتفع بنسبة من 10 ل 12%، كل ديت معناها في النهاية تحسن. التحسن دوت ترجمته ان هو حصل عجز او تراجع في حجم العجز في الحساب الجاري. توقعات الصندوق استمرار التحسن ده في المصادر الخاصه بالاقتصاد المصري زي ما احنا قلنا، السياحه والصادرات وقناه السويس، بجانب طبعا تحولات المصرف من الخارج وتخفيض معدلات الاستيراد او الواردات. ده كله بجملته بينعكس على الحساب الجاري للاقتصاد المصري، وتوقعات يمكن توقعات ايجابيه ان احنا نصل لحوالي 2% في 2020. اعتقد دوت بيأكد الجهود اللي الدوله بتبذلها الفتره ديت، واكيد انخفاض العجز دوت هيبتدي ينعكس بعد كده بشكل ايجابي على مستويات المديونيه العامه. شكرا جزيلا الدكتور علي الادريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، كنت معي عبر الهاتف من القاهره.